شرق بريتان. مرحبا بك معنا وصحة فطورك. صحة فطوركم. ألوغ مرحبا بيا عندكم، إن شاء الله نكون خفيفة عليكم اليوم. راكي واجدة للكويز ديالنا؟ وي. غلبك شويه رمضان ولا غلبتيه؟ رمضان هاد العام سافا ما غلبنيش بزاف، نو غلبته وي. عقداش تنوضي في رمضان؟ منا كنكون نهار ونهار، بصح نقدر نعطيك احتمال زعما هكايا اونتر بارونتيز ما 12 3 يعني الجوايا. واش تحبي ديري الصباح كي تنوضي؟ كي نوض الصباح ديريكتومون نصلي بالنهار، نخمل دوزان والدار، ومن بعدها نبدا نشوف لي سيري، وبعد كي نشوف لي سيري نبدا ندخل الكوزينه كان ديال البوراك وشلادا. وشنو هو لو بلا اللي تعرفي طيبه؟ هنا صارت لي ايغ يا ما نعرفش نطيب يعني ما نعرفش نطيب حشومه ما ندير والو ابار البوراك والشلادا، هذا ما كان صحة. وكاش دي قدرتيها في هذا رمضان؟ اه حرقتي ماكله ديجا؟ لا ما حرقتش ماكله، مي كنت نغسل في الماعن وكانوا طباسات على الشوربه محطوطين باش ندور باش نجبد واحد السنيوه باش نجبدها، وكانوا فوقها طباسه هيا طاحوا كاع تكسروا كاع طباسات على الشوربه. قالت لي ماما وختيني في نص رمضان. واش هما ثلاث حاجات اللي ما تستغنيش عليهم في رمضان؟ الشوربه البوراك والحم الحلو. انت يا تيم شوربه ولا حريره؟ شوربه، على خاطرش حنا في الدار نديرو غير شوربه ما نديروش حريره. وفي السحور باش تسحري؟ واش نخلي في الفطور هو اللي نسحر به. واش تبعتي في رمضان؟ بون تبعت بنت البلاد والضمه والبطحه، مي الاخرين راني حابه نشوفهم على خاطرش قالوا لي كاع شابين، دونك قلت كي خلاص رمضان ان شاء الله نشوف كامل لي بروغرام. واش هو البروغرام اللي عجبك اكثر في رمضان؟ عجبني البطحه شفتو، بنت البلاد والضمه على خاطرش خدمت فيهم وشفتهم. احكي لنا على لوغول تاعك زينه. الا روماركيتي في سيزون 1 سيزون 2 سيزون 3 ماشي كيف كيف، زينه تبدلت مع اللون ما كانش تبان بزاف، ومن بعد بدات تبان وهي شخصيه مستفزه ومجلسيه بزاف ومسمومه شغل الواحد لو بوان ماشي نورمال، مي سيزون 2 يعني ما فهموهاش علاش هي دايره هاد السن كامل، في سيزون 3 بانت علاش هي راهي دايره هاد الشر وعلاش زينه شخصيه نرجسيه والاخر، مي فيها حاجات كنت نحس بهم يعني كنت نحس بهذيك جبدوا روحهم عليا. نعطيك سيكونس كي كنت هابطه من الدروج وعليجا ابخي شغل انا جيت راح نهضر معاه، غير جيت راح نهضر معاه راح كنت حاطه حلي الدمعه كي بارطاجيت هذيك لا فيديو بوبليك، صح حس بهذاك لو مومون قالوا لي صح غطينا هذاك الشرقي اللي درتو ايوازني شغل حاجة صغيرة برك شغل قلبت رايهم بالا. صح انتي مسمومة؟ لكن شوفي هذه الفيزاج تاع وحدة مسمومة بيناتنا بيناتنا هذه الفيجورة تاع وحدة مسمومة. وشنو هي الحاجة اللي عجبتك أكثر في لوغول تاع زينة؟ فيها واحد الإحساس اللي جامي حسيته ليا دير الشر وما تخافش، أنا طبيعتي خوافة يعني كي ندير حاجة نحسب بلا 100 حساب، هي دير وتضم و ما تخاف والو. لعبتي تاني حورية في الضمة، احكي لنا عليها. وي هي كي كانت صغيرة حورية بيرسونال بزاف شباب، نقول لك شنو هي لا ديفيرونس ما بيناتهم، وحدة حنينة وعاقلة وعايشة مسكينة في لا ميزير وخوها يخليها ويروح تقعد وحدها وتقعد تسوفي وحدها وواحد ما يحس بيها في هذاك لو مومون، وزينة اللي عايشة نورمال كاين كلش قدامها ودير الشر نورمال. وشنو هو لو غول اللي تفضليه؟ انا حبيتهم للزوج على خاطر الزوج ما يتشابهوش. كيفاش كان لو تورناج؟ كي كنت ندخل في البيرسوناج نعاود نخرج كامل اللي تولى معايا لي سيكونس كان يقول لي تقعدي واحد 20 مينوت وانت بداك البيرسوناج قاعده هكا، وانا ما كنتش نفيق يقول لي حتى ندخل عينه ما كنت نشوف والو، كنت نشوف غير زينه ها واش كاين لا سيكونس هاي ليك لي كاميرا ما كنتش نشوفهم كي كنت ندخل نتورني. قريتي التمثيل؟ قريت تياتر وتمثيل، كنت نقرا وكنت ثاني كنتورني، جاتني شويه صعيبه على خاطرش مع القرايه راني نتكون زوج جهات، راني نتكون في المعهد وامي طون راني نتكون في التيرا. واش يصرى لك كي تقراي التعليقات ولا لي كريتيك؟ بون لي كريتيك نقراهم على لي بيرسوناج يقولوا باللي مسمومه وعلاش هي دايره هكا ولا على الاخر، الوغ نحسهم دي كريتيك الوغ كي لحقت لو بو تاعي على خاطرش هذيك هي الهدف تاع الشخصيه او كونترير شغل فرحت. وشنو هي الحاجه الاولى اللي يقولوها لك كي يشوفوك الناس برا؟ انت هي زينه ما تتشبهيش كامل زينه او تيا وتبين مسمومه ومام في الفيزاج تباني خمريه والاخر هنا كي بيضه انت شكون؟ والحلوه تاع العيد واش حديري؟ باغ كونت بصح ما نعرفش نطيب، بصح الحلوه ندير حندير بنيون هاد الخضره
باسكو ماما سبقتني دارت وبالك ندير كاش غاطو وحدو خاطر شيكولا. واش تعرفي ديري حلوه؟ نعرف ندير مشورك لي سابلي تشارك العريان والاخر ما نعرفش، نعرف غير سكر وهذا ما كان عندي السكر هذا ما كان. وشنو هي الحاجه الاخرى اللي تقوليها لجو بلس؟ ميرسي جو بلس على الانفيتاسيون، يعطيكم الصحه نتوما اللي راكم تشوفوا فينا، ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم، ان شاء الله الحلقه هذه تعجبكم، صحه فطوركم وصحه عيدكم. We'll be right back.